ازيكم؟ مكملين جولة كاربت سيتي، والنهاردة هنستعرض أسعار الكنبة سرير والترابيزات بتاعة الأندريهات، ترابيزات الوسط وترابيزات الأجناب وترابيزات الشاي. هنبتدي بالكنبة سرير، والأسعار عنده بتتراوح ما بين 6000 وتوصل لغاية مثلا في حاجات عنده ب2000 وشوية، في عنده حاجات ب3000 و4000. بتفرق في ايه؟ بتفرق في نوع الخشب، بتفرق في نوع التنجيد، القماش اللي متنجد بيه، وبتفرق كمان في طول الكنبة. الأسعار قدامكم، هسيبكم تتفرجوا على أسعار الكنبة سرير وارجع لكم ساعة ما نستعرض أسعار الترابيزات. ورجعت لكم، ودلوقتي هقول لكم على اسعار الترابيزات بتاعه الانتريهات. في منها ترابيزات الوسط وترابيزات السايد تيبل وترابيزات الشاي. عنده مجموعه من الترابيزات المودرن حلوه جدا وكتيره جدا. اول ترابيزتين معانا في الفيديو انا ما عرفتش سعرهم، لان هم ما كانش حاطين عليهم سعرهم وانا ما سالتش، بس باقي اسعار معايا هقول لكم عليها ان شاء الله في الفيديو. دي ترابيزة للشاي، بتبقى بنحطها جنبنا، نحط عليها حاجة نشربها شاي نفطر عليها. دي سعرها 936. تاني ترابيزة هي ترابيزة على الطراز الأسباني، هي عبارة عن ترابيزة مربعة كده وبيطلع منها 4 بوفات، عشان لو حد عايز يقعد على الترابيزة يأكل عليها يلعب كوتشينة. المهم ان هي التراز بتاعها اسباني، ودي كان سعرها 2720 وبقت 2448. تالت ترابيزة معانا برضو، هو بيطلع منها زي كرسيين صغيرين او بفين صغيرين، ممكن برضو ترابيزات صغيرة بتتجاب يتحط عليها الشاي، ودي كان سعرها 1920 ونزل في التخفيض بقى 1728. في عنده كمان الترابيزة دي وهي على الطراز الإسلامي، ودي ترابيزة وسط كانت ب1440 ونزلت في التخفيض بقت ب1296. في كمان الثلاث ترابيزات المتداخلة دي اللي هي بتبقى في جنب الأنتري، ودي سعرها كان ب1190 بقت 1071. في كمان عنده ترابيزة الوسط دي، ودي ترابيزة ازاز كانت ب2960 وبقت ب2660، وبيطلع منها برضو زي 4 بفات. في عنده كمان ترابيزة الوسط دي، ودي سعرها 2560 وبيطلع منها 3 ترابيزات للشاي صغيرين، بيطلعوا من الجناب وممكن تدخليهم عشان ما تكركبيش الدنيا. في كمان ترابيزة الوسط دي، ودي سعرها 790، ودي ترابيزة زي اللي شفناها بس اللون أغمق منها، سعرها 2560 زي التانية بس اللون أغمق شوية. ودول 3 ترابيزات متداخلة كان سعرهم 850 بقى 680. دول كمان 3 ترابيزات متداخلة سعرهم 1920 قبل التخفيض، بعد التخفيض بقى 1728. ودي مجموعة من البفات المختلفة بألوان مختلفة، سعرها كان قبل التخفيض 290 ونزل بقى 261. المجموعة اللي جاية دي مجموعة من الترابيزات المتداخلة، هم عددهم 3، يعني كل مجموعة 3 ترابيزات، كان سعرهم قبل التخفيض 1920 ونزل بقى 1728. أشكالهم مختلفة وألوانهم كمان مختلفة.
عنده صراحة مجموعة كبيرة منهم وأشكالهم مناسبة جدا للديكور المودرن. آخر حاجة معانا ترابيزة الوسط دي، ودي كانت ب 3200 قبل التخفيض، نزلت بقت ب 2880. وبكده الفيديو يكون خلص، بس جولتنا في كاربت سيتي لسه ما خلصتش، هكمل باقي الأقسام بكرة إن شاء الله.